مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مثال بشي شكل. المثال ديالنا اليوم مشاهدينا هو الزين كثار والمعقول قلال، وبنات اليوم ولاو كيلبسوا سراول قصار. اجي نشوفوا راي المواطنين المغاربه واش غادي يكملوا لنا هذا المثال ويعطيونا الترجمه ديالو ولا لا، لنتابع. السلام عليكم، كي دايره بخير؟ لاباس. اش كتعاودي؟ كلشي مالين الدار؟ لاباس. هانيه؟ لاباس. شحال خديتي هاد الجلابه التقليديه؟ كل الوحده والثمن ديالها. هادي كل وحده والثمن ديالها، بحال حنا دابا في القريعه كنبيعو ونشريو. نقول لك واحد المثال شعبي سهل وكملوا لي. يس. المثال كيقول الزين كثار والمعقول قلال، وبنات اليوم ولاو كيلبسوا سراول كاسيات عاريات. سراول قصار. قصار طوال قصار بحال مقطعين. قصار مزيرين. قصار بحال الله يهدي مردبين. تبارك الله عليك. قصار صافي نديرو قصار. شنو المعنى ديال هذا المثال؟ هاد الجيل كل واحد والجيل ديالو، ماشي الجيل ديالنا. يعني ما بقاش بحال ما بقاش الحشمه ولا شي لعيبه. ياك. يا حشمه والو ما بقاش الحشمه. الحشمه مشات في السبعينات والثمانينات. السبعينات والثمانينات كاينين دابا الاغلبيه ولاو كيلتجئوا للتجميل ولا مواد ديال التجميل ولا التجميل اصلا ديال الملامح ديالهم. وخيابت بزاف. شي رساله لبنات اليوم ولا بنات ديال الغد؟ عطيهم لي الكاميرا. والله يديم ترجم لي هذا المثال باللغه الفرنسيه. ما نقدرش اخويا. وما قارياش. ما نقدرش نترجمه لك بالفرنسيه. علاش؟ حيت خاصني نعصر دماغي وانا راسي عامر. ترجم لي هذا المثال باللغه العربية الفصحى. هذه هي كاسيات عاريات، هادشي اللي كنعرف انا. بالامازيغية؟ ما نعرفش الان. تبارك الله عليك، ترجم لي هذا المثال باللغة الفرنسية. الامازيغية. تبارك الله عليك. لا ما نعرفش نترجمو لك باللغة الفرنسية. ياك. لونجلي امازيغية. لا العربية اللي عندي. ياك. تبارك الله عليك. أغلبية ديال المواطنين المغاربة عرفوا يكملوا المثال، كاين اللي عرف يترجم كاين لا. تلقاو في حلقة أخرى من برنامجكم مثال شي شكل على قناتكم شوف تيفي. الله يعاونكم.